السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منال العمري، أخصائية تعقيم من مستشفى الدرعية. So today, إن شاء الله, we are going to talk about personal protection and safety، عن الحماية الشخصية والسلامة تحديدا في أقسام التعقيم. أهداف محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون عن Standard Precaution، Personal Protective Equipment، Hand Hygiene، Aseptic Technique، Sharp Injuries. Standard Precaution. Standard precautions are the minimum infection prevention. The aim of their implementation is to reduce the risk of transmitting microorganisms from known or unknown source of infection, such as contaminated object used instruments. إذن standard precautions هو الحد الأدنى للوقاية من العدوى. الهدف من ذلك لتقليل مخاطر انتقال الكائنات الدقيقة من المصادر المعروفة وغير المعروفة. مثلا في قسم التعقيم، الأدوات الجراحية تأتي إلى قسم التعقيم بعد الانتهاء مباشرة من العملية، ولا نعلم إن كان المريض مصاب بأي نوع من أنواع المرض، لأنه يجب معاملة جميع الأدوات على أنها ملوثة. فيجب على العامل بقسم التعقيم أخذ الاحتياطات اللازمة عند تجهيز الأدوات إلى لوضعها في الورشة، وذلك بلبس الفول بي بي إي، وأيضا يجب عليه الحذر عند إعادة ترتيب الأدوات من التريز تبعها تحسبا لوجود بليد أو نيدلز لتجنب الشارب انجريز. Personal protective equipment. Personnel should work protected by PPE in order to critically prevent exposure to blood and other potentially hazardous materials. إذن كما ذكرت في الشريحة السابقة، يجب على الممارسين قبل بدء العمل في المنطقة الملوثة اللي هي decontamination area بأن يحمي نفسه بملابس الحماية الشخصية اللي هي الـ PPE، full PPE، لمنع تعرضه مباشرة للدم اللي هو ممكن ينقل له الأمراض الخطيرة، إذن لإبعاده عن أي خطر. Sequence for donning PPE: gown first, mask or respirator, goggles or face shield, gloves. هنا التسلسل في لبس الـ PPE: أول حاجة لبس الجاون، بعدين الماسك أو القناع الآخر اللي هو للتنفس، بعدين الجوجلز اللي هي زي النظارات أو الفيس شيلد، وآخر شيء الجلافز. Sequence for removing PPE: start with removing gloves and then perform hand hygiene. After that, remove gown. Remove eye protection. Remove mask or respirator. Finally, perform hand hygiene. إذن هنا الخطوات التسلسلية لخلع المعدات الشخصية. أول خطوة نقوم فيها نخلع القفازات، لأنها أكثر شيء ملوث في الـ PPE، حيث أن العامل في قسم التعقيم يكون قد رتب جهز المعدات الجراحية لإدخالها إلى الورشة، وهي تكون مليئة بالدم أو التيشو. إذن يخلعها أول شيء للتخلص من التلوث، بعدها يقوم بعمل الهاند هايجين، بعد ذلك يخلع الجاون، بعدها يخلع الآي بروتكشن أو الفيس شيلد، بعدها يخلع الماسك،
وآخر خطوة يقوم بعمل الهاند هايجين. عندنا في هذا السلايد طريقة وضع الـ PPE وطريقة خلعها. عندنا هنا بالصور موضح أدوات الحماية الشخصية اللي هي تكون gown, face shield, mask, eye protection والgloves. إذا أول خطوة نقوم بعملها عندما نريد أن نضع الـ PPE أو نلبسها، لبس الجاون الخطوة الأولى، الخطوة الثانية لبس الفيس شيلد، الخطوة الثالثة نلبس الماسك مع بالإضافة إلى الآي بروتكشن، وآخر خطوة لبس الجلافز. في الجهة الثانية مكتوب how to take off PPE. أول خطوة نسويها عندما نريد أن نخلع الـ PPE هي خلع الجلافز مع الجاون، بعدها نقوم بعمل هاند هايجين، بعد ذلك نخلع الفيس شيلد، بعد ذلك خلع الماسك، وآخر خطوة وأهم خطوة الهاند هايجين. هاند هايجين. Hands are the most common vehicle to transmit healthcare associated pathogens. Perform hand hygiene immediately after removing PPE. Wash hands with soap and water or use an alcohol-based hand rub. طبعا تعتبر الأيدي الوسيلة الأكثر شيوعا لنقل مسببات المرض، لذلك لابد من الاهتمام بنظافة الأيدي دائما وأبدا، وتحديدا في قسم التعقيم لابد من الاهتمام بزيادة بنظافة الأيدي، خاصة عند خلع الـ PPE بعد الانتهاء من العمل في المنطقة الملوثة وقبل بدء العمل في المنطقة النظيفة أو المنطقة المعقمة. طبعا هناك طريقتين لتنظيف الأيدي، الأولى عن طريق الماء والصابون، والطريقة الثانية عن طريق الكحول. In this slide, there is an explanation how to do hand rub. There is 8 steps as shown in the picture. The entire procedure will be from 20 to 30 seconds. في هذه الشريحة توضيح لكيفية تعقيم الأيدي عن طريق الكحول. أول خطوة كما هو موضح في الصور، نقوم بعصر الكمية المناسبة من الكحول بحيث تغطي كامل سطح اليد. ثم نقوم بفرك الكحول براحة الأيدي كما هو واضح لكم في الصورة، ثم نقوم بوضع راحة اليد اليمنى فوق الكف الأيسر بحيث تكون الأصابع مخلخلة أي متشابكة، بعد ذلك نضع راحة اليد اليمين إلى راحة اليد اليسرى مع خلخلة الأصابع، ثم نقوم بثني أصابع اليد اليمنى واليد اليسرى وإدخالهما في بعض كما هو موضح لكم في الخطوة رقم 5. بعد ذلك نفرك الإبهام الأيسر ونفرك الإبهام الأيمن كما هو موضح في الخطوة رقم 6. بعد ذلك نجمع رؤوس أصابع اليد اليمنى ونفركها في راحة اليد اليسرى، ثم نفعل نفس الشيء مع اليد اليسرى. وأخيرا حينما تجف يديك من الكحول فيدك نظيفة. Hand washing. If you hear hand wash, that means wash hand with soap and water. The duration for entire procedure will be from 40 to 60 seconds. So, في هذه الشريحة طريقة تنظيف الأيدي بالماء والصابون. مدة هذه العملية من 40 إلى 60 ثانية. نبدأ بتبليل اليدين بالماء، نضع الكمية المناسبة من الصابون، تقوم بتغطية كامل سطح اليد. ثالث خطوة نفرك اليد راحة اليد اليمين إلى راحة اليد اليسرى، ثم نضع راحة اليد اليمنى فوق الكف الأيسر مع تخلخل الأصابع ونفرك.
ثم نعكس العملية بوضع راحة اليد اليسرى فوق الكف الأيمن مع تخلخل الأصابع ونفرك. بعد ذلك نفرك راحة اليد اليمين مع راحة اليد اليسار، والأصابع تكون متخلخلة أو متشابكة ونفركها، ثم نثني أصابع اليد اليمنى مع أصابع اليد الشمال، يعني ثني أصابع اليد اليمين مع ثني أصابع اليد الشمال وندخلها في بعض ونفركها. بعد ذلك نقوم بفرك الإبهام الأيمن ثم نفرك الإبهام الأيسر كما هو واضح في الصورة، ثم نجمع رؤوس أصابع اليد اليمين ونفركها في راحة اليد اليسرى. بعدها نجمع رؤوس أصابع اليد اليسرى ونفركها في راحة اليد اليمنى. بعد ذلك كما هو واضح لكم في الصورة نغسل اليد بالماء ونجففها. طبعا نقفل الصنبور باستخدام مناديل نظيفة أو منشفة نظيفة. بعد ذلك اليدين نظيفة. Aseptic technique. The aim of aseptic technique is to reduce the chance that microorganism will cause infection. إذن الأسيبتيك تكنيك هو تقنية من تقنيات التعقيم اللي هو عبارة عن ممارسات وإجراءات معينة تساعد على منع التلوث. نقدر نستخدم الأسيبتيك تكنيك في أقسام التعقيم، مثلا عند التعامل مع الأدوات لا تمسك من جهة التبس وإنما تمسك من جهة الرينجز كما موضح في الصور. أيضا هناك مثال آخر عند خلع البي بي إي، نحرص بشدة على تطبيق الأسيبتيك تكنيك بالطريقة الموصى بها كما ذكرنا في الشرائح السابقة لحمايتنا من التلوث. Sharp injuries. Any needles, syringe with needles, scalpels, blade, broken ampoules, or other articles that could cause wound or punctures to personnel handling them. ما هي الشارب انجريز؟ هي الجروح والثقوب التي تحدث للممارسين الصحيين الذين يتعاملون مع الإبر والشفرات أو الأمبولات المكسورة. طيب if you sustain a needle stick injuries immediately report your injury to your supervisor. Do not wait until the end of your shift or the end of the procedure. Do not apply pressure to the wound. Allow it to bleed freely. Wash the wound with soap and water. Identify the patient involved so that they can be evaluated by an infection. Then get a medical assessment. Follow the direction for any necessary blood test, vaccines, or medications to prevent infection. Document the incident in the forms provided by hospital. إذن إذا كان لديك اشتباه أنك تعرضت مثلا لجرح بالنيدلز أو السكالبلز أو مباشرة يتم تبليغ السوبرفايزر المسؤول، لا تنتظر إلى آخر الشفت، لا تضغط على الجرح، اغسله بالماء والصابون، محاولة تتبع المريض وتقييم حالته تحسبا لإصابته بأي مرض من الأمراض المعدية. افعل ما يوجهه إليك الطبيب سواء بعمل فحوصات طبية أو تحليل دم أو تطعيمات. وأخيرا لابد أن تسجل هذه الحادثة في نموذج رسمي خاص لهذه المواضيع في المستشفى الذي تعمل به. Personal Protective Equipment or PPE. Personal protective equipment is special equipment you wear to create a barrier between you and germs. This barrier reduces the chance of touching, being exposed to, and spreading germs. Personal protective equipment, or PPE, helps prevent the spread of germs in the hospital. This can protect patients and healthcare workers from infections. Gloves, gowns, surgical masks, eye goggles, face shield, and respirator masks are all examples of PPE that may be worn in the provision of healthcare.
types of personal protective equipment, or PPE, gloves, should be worn when there may be exposure to blood, bodily fluids, secretions, or excretions, and when handling contaminated equipment. Aprons and gowns should be worn to protect uniforms and clothing from moisture or soiling during direct patient care. Face shield or goggles should be worn when there is a risk of body fluids splashing onto mucous membranes, like eyes and nose. Eyes can be protected by wearing either goggles or a face shield. Surgical masks should be worn to protect the healthcare worker from splashes and droplets to the area of the healthcare worker's nose, mouth, and respiratory tract. They do not provide protection against airborne particles. Donning and doffing of personal protective equipment, or PPE. First, sequence for putting on personal protective equipment, or PPE. 1. Gown. Fully cover torso from neck to knees, arms to end of wrists, and wrap around the back. Fasten in back of neck and waist. 2. Mask or respirator. Secure ties or elastic bands at middle of head and neck. Fit flexible band to nose bridge. Fit snug to face and below chin. Fit check respirator. 3. Goggles or face shield. Place over the face and eyes and adjust to fit. 4. Gloves. Extend to cover wrist of isolation gown. One. Gloves. Outside of gloves are contaminated. Using a gloved hand, grasp the palm area of the other gloved hand and peel off first glove. Hold removed glove in gloved hand. Slide fingers of ungloved hand under the remaining glove at wrist and peel off second glove over first glove. Discard the gloves in a waste container. 2. Goggles or face shield. Outside of goggles or face shield are contaminated. If your hands get contaminated during goggle or face shield removal, immediately wash your hands or use an alcohol-based hand sanitizer. Remove goggles or face shield from the back by lifting headband or earpieces. If the item is reusable, place in designated receptacle for reprocessing. Otherwise, discard in a waste container. 3. Gown. Gown front and sleeves are contaminated. If your hands get contaminated during gown removal, immediately wash your hands or use an alcohol-based hand sanitizer. Unfasten gown ties, taking care that sleeves don't contact your body when reaching for ties. Pull gown away from neck and shoulders, touching inside of gown only. Turn gown inside out. Fold or roll into a bundle and discard in a waste container. 4. Mask or respirator. Front of mask or respirator is contaminated. Do not touch. If your hands get contaminated during mask or respirator removal, immediately wash your hands or use an alcohol-based hand sanitizer. Grasp bottom ties or elastics of the mask or respirator, then the ones at the top, and remove without touching the front. Discard in a waste container. 5. Wash hands or use an alcohol-based hand sanitizer immediately after removing all PPE. وأخيرا شكرا لكم ولاستماعكم، واللي حابين نقوله أن الوقاية خير من قنطار علاج. حمانا الله وإياكم من كل مكروه.